فضيلة الشيخ، هل تقضى السنن الرواتب في صلاة الظهر مثلا وقد أتيت وقد أقيمت الصلاة؟ نعم، إذا فاتتك الراتبة التي قبل الظهر تقضيها بعد الظهر، تقضيها بعد الظهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى الراتبة التي قبل الظهر فتقضيها إذا فاتت، لأنها راتبة وفيها فضل عظيم، فقضاؤك إياها بعد الظهر أحسن من تركها. وأيضا راتبة الفجر إذا لم تؤديها قبلها تؤديها بعد الفجر أو بعد ارتفاع الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر، سأله قال إنه لم يصلي راتبة الفجر، فأقره على ذلك، وهذا قضى للراتبة. نعم.